بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله. سنتطرق في فيديو اليوم إلى مجموعة من الأخبار المثيرة والمهمة جدا، فقط نتمنى أن تنال إعجابكم. وبدون إطالة، البداية اليوم ستكون من دوري الأملاس، أين تمكن بكرار من توقيع هدف جميل. بكرار كان بديلا في مباراة فريقه نيويورك سيتي المتطلع إلى إنهاء سلسلة الهزائم المتتالية عندما استضاف منافسه أورلاندو سيتي في ملعب يانكي. ودخل فريق نيويورك سيتي بقوة واستطاع من تسجيل ثلاثية كاملة في الشوط الأول الذي أضاف فيه الحكم 13 دقيقة كاملة كوقت بدل ضائع بعد توقف المباراة لعلاج اللاعبين تاج دوهار وجونز إثر تصادم قوي. وفي الشوط الثاني تمكن فريق أورلاندو من العودة في النتيجة، بداية من الدقيقة 72 وتمكن ماغواير في الدقيقة 92 من إضافة هدف ثاني، وضع ضغط كبير على فريق نيويورك سيتي. لكن بكرار تمكن بعد دقيقة واحدة من تأمين النتيجة والقضاء على أحلام أورلاندو سيتي في العودة بنقاط التعادل بهدف أقل. ما يمكن القول عنه أنه هدف جميل جدا، راح به مدربه ومنح به ثلاث نقاط ثمينة، عادت الثقة لزملائه بعد ثلاث هزائم متتالية، وهو ثاني أهداف بكرار فقط هذا الموسم. والجماهير الجزائرية تنتظر منك المزيد من الأهداف يا منصف، فكل التوفيق إن شاء الله. أما محبوب الجماهير الجزائرية الشاب فارس شايبي، فأشار تقارير إعلامية أن اللاعب محط أنظار نادي بروسيا دورتموند الألماني، ويحظى ملف لاعب الخضر واينتراخت فرانكفورت باهتمام كبير من قبل نوري شاهين. ومن الممكن جدا أن يكون فارس شايبي هو خليفة ماركو رويس في بروسيا دورتموند مستقبلا. نمر إلى موضوع آخر، أز نادي ميرسبور يوسف عطال مرغوب من عدة جهات، هكذا عنوان موقع فوت ميركاتو تقريره عن يوسف عطال. وجاء في التقرير أن عطال في نهاية عقده مع أز نادي ميرسبور، وفقا لآخر المعلومات فإن النادي التركي الذي يرأسه مراد سانجاك عرض عليه تمديدا لمدة ثلاث مواسم، لكن لاعب نيس السابق لا ينوي البقاء حسب الموقع. ووصل اللاعب الجزائري الدولي إلى أظنة في فبراير الماضي وسجل هدفا واحدا وصنع هدفين في 11 مباراة فقط. وجاء في التقرير أن نادي بيشكتاش استهدف بالفعل ملف الظهير الأيمن للثعالب الصحراء، ولكن قبل ذلك حسب الموقع يجب على نادي إسطنبول الانفصال عن اللاعب فالونتين روزير الذي تمت إعارته الشتاء الماضي من أجل استخدام عطال. كما جاء في تقرير فوت ميركاتو أيضا أن بطل تركيا غالاتاساراي يتطلع أيضا إلى التعاقد مع عطال، كما أبدى كل من إسطنبول باشاكشاهير وهيكاثينا اهتماما أيضا بعطال، ولكنهما ليس في أحسن رواق لظفر بصفقة عطال، لأن باشاك شاهير ليس لديه الإمكانيات المالية لتحمل تكاليف صفقة المدافع الجزائري، وآيك آثينا لا يدخل في الخطط المهنية للاعب ووكيل أعماله. كما شاعت أخبار على اهتمام نادي مارسيليا بيوسف عطال، وأنا شخصيا لا أتمنى عودة يوسف عطال إلى الدوري الفرنسي. وفي موضوع آخر يخص الحارس الدولي أسامة بنبوط الذي يقترب من الدوري السعودي، حيث تلقى الحارس الدولي الجزائري عدة عروض من الدوري السعودي للمحترفين أبرزها عرض نادي الشباب السعودي. ومن المحتمل جدا أن يكون أسامة بنبوط الموسم المقبل زميلا لرياض محرز في نادي الشباب السعودي، فكل التوفيق لأسامة بنبوط الذي يستحق كل الخير. أما أحمد قندوسي فنفى طلال ربيع وكيل أعماله قبول الدولي الجزائري بعرض النادي الإماراتي الكبير، وقال طلال ربيع فعلا وصلنا عرض إماراتي للتعاقد مع أحمد قندوسي براتب سنوي يصل إلى 4 ملايين دولار. وأضاف وكيل أعمال أحمد قندوسي رفضنا العرض الإماراتي لأنه مشروط بانتقال اللاعب كلاعب حر غير مرتبط بعقد مع الأهلي، وهذا ما يستدعي ما يتطلب أن يفسخ اللاعب أولا عقده مع النادي الأهلي المصري، وهو الذي يرتبط معه بعقد إلى غاية 30 جوان 2027. وأشار طلال ربيع أن قندوسي يريد الرحيل عن الأهلي في حال تمديد فترة إعارته وعدم عودته للقلعة الحمراء، وأنا شخصيا لا أدري ما هو سبب إصرار قندوسي في البقاء مع نادي الأهلي، خاصة في ظل التردد الكبير وعدم الاهتمام من المدرب مارسيل كولر. وعلى وكيل أعمال قندوسي عدم التركيز كثيرا على الجانب المادي فقط، ومن الضروري إيجاد حل وصيغة لرحيل
أحمد قندوسي الذي أنا شخصيا لا أرى أنه سينجح في الدوري المصري، وهذا رأي شخصي. على كل حال نمر إلى موضوع آخر، حيث باشر اللاعب أحمد طوبة تحذيراته مع النادي التركي باشاك شاهير الذي يسعى إلى ضم الدولي الجزائر الآخر يوسف عطال. فبالتوفيق لأحمد طوبة هذا الموسم، ونتمنى أن يقدم موسم كبير. نبقى دائما مع أخبار لاعبينا، وهذه المرة ننتقل إلى الدوري النمساوي. وفي أول مباراة تجريبية له مع ناديه النمساوي راس كلينز بعد العطلة الصيفية، أثبت عادل طاوي أنه لم يفقد أي من قدراته التهديفية خلال العطلة الصيفية، وتمكن من توقيع ثنائية في الدقيقتين 83 و87 في مباراة تحضيرية أو في أول مباراة تحضيرية للفريق، انتهت بنتيجة عريضة 7 أهداف مقابل هدف. وكل التوفيق لهذا الشاب الذي يبحث عن بعث مشواره من جديد. أما في بلجيكا فآدم زرقان تمكن من هز شباك نادي مونز في أمسية جميلة للدولي الجزائري الذي فاز فريقه بثلاثية بهدف زرقان وثنائية ستوليك. زرقان الذي لم تكن بدايته الموسم الماضي مثالية مع شارلوروا، بالرغم من أن هو أنهى الموسم بقوة، لذلك فنتمنى أن يكون هذا الموسم أن تكون له بداية قوية وانطلاقة قوية هذا الموسم. وكل التوفيق لآدم زرقان، وإن شاء الله التوقيع مع فريق أقوى من نادي شارلوروا، لأن حسب رأيي أن إمكانيات آدم زرقان تؤهله للعب في فريق أقوى وبكثير من نادي شارلوروا البلجيكي. أما اللاعب آدم النياز فظهر في عدد الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحضر بجدية للموسم المقبل، ولكن يبقى مستقبله غامض ولا توجد أي معلومات عن الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل. فتمنياتنا لآدم النياز بالنجاح والتوقيع مع فريق ليواصل إظهار إمكانياته والعودة بإذن الله إلى الفريق الوطني ليمتعنا بتلك المهارات والمراوغات الجميلة. فحظ موفق لك يا آدم الناس مستقبلا. أما المدافع الدولي السابق مهدي طهارت، وبعد تجربته في الدوري القطري يتجه للعب في الدوري الجزائري من بوابة فريق شبيبة قبائل، وهو في مفاوضات حاليا مع الفريق. فريق شبيبة القبائل بعد ضمان صفقة مداني وغاية مرباح هو يصوب أنظاره نحو طهارت. وأيضا ذكرت وسائل إعلام وطنية أن شبيبة القبائل في مفاوضات مع المدرب عبد الحق بن شيخة، هذا الأخير طلب مهلة للتفكير قبل الرد على عرض الشبيبة التي دخلت أيضا في مفاوضات مع الفرنسي كورتين مارتينيز الذي أشرف الموسم الماضي على نادي بارادو، كما سبق له تدريب منتخبي موريتانيا وليبيا. وفي موضوع آخر أشارت وسائل إعلام جزائرية على اقتراب الدولي السابق مهدي عبيد من العودة للبطولة الوطنية، وهو حاليا في مفاوضات متقدمة مع النادي الرياضي القسنطيني. فكل التوفيق لشباب قسنطينة في ضمان صفقة مهمة كصفقة عبيد. وعلى ذكر الكرة الجزائرية يجدر بنا التنويه إلى موضوع قد يميط اللسام عن عديد الحقائق، حيث تطرقت وسائل إعلام جزائرية إلى ما يحدث في الفاف، كما ذكرت بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي أن زتشي مارز فيزف وبعض أعضاء المكتب الفيدرالي السابق سيمثلون هذا الاثنين أمام محكمة سيدي محمد بعدما تم الاستماع إليهم في قضايا مالية تخص الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وقالت أن تحقيقات أمنية حول فضائح هذه الاتحادية وسوء التسيير تتواصل هذا الأسبوع، وأسماء كثيرة ستتعرض للمحاسبة القضائية بسبب سوء التسيير بعد العجز الذي أصاب الاتحادية والمقدر ب 700 مليار، وهي التي كانت تملك فائض ب 800 مليار. كما ستشرع المفتشية العامة للمالية في الأيام المقبلة التحقيق على مستوى الأندية، وقد يمثل عديد الرؤساء والمسيرين أمام العدالة. وحسب رأيي الحملة الأخيرة التي تشنها بعض الجهات والقنوات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يعني حملة منظمة، هذه الحملة يبدو أنها ليست حبا في الفريق الوطني أو خوف على مصلحة الفريق الوطني أو حب في النخب الوطني السابق جمال بلماضي ونصرة لبلماضي، الكفاءة التي تم تنحيتها من على العارضة الفنية من على رأس العارضة الفنية للخضر ظلما واستبدادا وتصفية حسابات من العصابة على حد تعبيرهم.
الأمور الآن بدأت تتضح، والتحقيقات التي بدأت تهز عرش الفساد والمفسدين على ما يبدو هي السبب، وهذا ما لا نتمناه طبعا، لأنه أمر جلل أن تخدع ملايين المتتبعين والمحبين للفريق الوطني من أجل حفنة من المال، وتساعد على استمرار الفساد والتغطية والتمويه على الحقائق ومساعدة العصابة الحقيقية، وهذا ليس دفاعا عن صادي أو عن أي شخص آخر مهما كان. وأنا شخصيا مع محاسبة أي شخص كان طرفا في الفساد، سواء صادي أو غيره، سواء مسؤول سابق أو حالي، ممن أفسدوا علينا متعة كرة القدم. والأيام المقبلة ستكشف لنا من هم العصابة الحقيقية، ولكل مقام مقال. فإن أظهرت التحقيقات أن المفسدين الحقيقيين هم المكتب الحالي ومن أو بالأحرى صادي ومن معه، سنتكلم بإسهاب في الموضوع. وإن ثبت العكس أن المفسدين الحقيقيين هم أشخاص يدفعون لأصحاب القنوات الحالية لإظهار الأمر على أن المكتب الحالي هم العصابة، وهم الذين قاموا بتنحية جمال بن ماضي من أجل مصالح شخصية، فأيضا سنتحدث في الموضوع بإسهاب، وسنتحدث عن هؤلاء فردا فردا وقناة قناة. والمهم لنا هو الكرة الجزائرية، ولا نرضى أن يتم خداع الجمهور الجزائري أو الجمهور الرياضي الجزائري بسبب بعض الدولارات. كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.